هي أصغر رياضية مغربية تحظى بالمشاركة في الألعاب الأولمبية. نورا منا ابنة مدينة وجدة ستأخذ على عاتقها إلى جانب إدريس الحريشي تمثيل السباحة المغربية في أولمبياد ريو بالبرازيل. السلام عليكم، سميتي منا نورا، عندي 18 سنة، تزاديت في وجدة في المغرب، كبرت في الإيطالي، كتزاديت مشيت على أموا زاديت كبرت تما في الايطالي وقريت تما، بديت السباحه على سنين. فبدا فاش بديت بريمير بديت السباحه تما باسكو سي اوبليغاتوار في الايطالي تبدا او ميم طون ليكول ولا ناتاسيون. عجبتني دونك فاش درت 8 طون بديت كنشارك مع افيك ان كلوب سميتو جينوفا نواتو، بديت كنشارك مع لي كومبيتيسيون انترناسيونال في النيفو ناسيونال و انترناسيونال مع الايطالي باسكو جافي انكور با 18 طون دونك عندي حق لعب مع منتخب طالياني. انيفو ناسيونال جيتي تري بيان دونك خرجوني في لي جورنال اي تو وساعدوني بزاف لايطالي باش نوصل لهذا المستوى اللي انا فيه دابا. وخلال مشاركتها مع المنتخب الوطني للسباحة فازت منا المقيمة في الديار الإيطالية بعدة ألقاب مكنتها من التربع على عرش السباحة المغربية في الوقت الراهن. اول مشاركه ديالي مع المنتخب كانت في بوتسوانا في لي جو افريكان، كنت ديك الساعه مازال في ايطاليا عيطوا عليا، شاركت في بوتسوانا نيت ديت 4 بلاس عام 2014 في بوتسوانا، جيت 4 في 100 متر براس ديك الساعه وي 5 في 50 متر كرول. ابري سا رجعت لايطاليا رجعت كنتريني وكونفوكاوني للبطوله العربيه اللي كانت في المغرب في الدار البيضاء. ديك الساعه رجعت من ايطاليا دخلت ديفينيتيفمون المغرب وليت كنتريني في المغرب. لعبنا بطولات المغربيه هنا، كنت للاسف كنت معته في كتفي دونك جي با ناجي بوكو، معمت جوست باش مثل المغرب. من بعد عيطوا علينا البطوله المغربيه في دبي، تما دينا 3 في 2015 في مارس 2015 دينا 3 ميداي في لي رولي انديفيديوال في 50 متر كرول وفي لي 3 رولي الحمد لله. وشاءت الأقدار أن تحظى نورا منا ببطاقة دعوة للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة في ريو بعد النتائج الطيبة التي سجلتها خاصة في بطولة العالم الأخيرة بمدينة كازان الروسية. عيط عليا مدير تقني يوسف الحوات قال لي بنا راك تعزلتي من عند لافينا باش تشاركي في الألعاب الأولمبية، كانت فرحة وصدمة وكلشي تجمع عليا ما كنتش كنتظرها. يلا عندي 18 عام اذا ريو بالنسبة لي دي تكون حاجة جديدة بزاف ونتمنى من هاد ليكسبيريونس نكون موجودة لطوكيو 2020 وان شاء الله نتمنى علاش لا على شي ميداي. livello di Nora è un livello abbastanza alto a livello tecnico c'è molto da migliorare però ha tutte le basi per poter essere un atleta di alto livello e poter far bene a Rio. قلبنا المستوى ديالي كتبانلو مزيانه واخا مازال دي ديفو تكنيك مازال كاينين وقدرت اميليوغا بزاف ومن هنا الريو يقدر يكون خير ولكن مازال طوكيو ديكون احسن. ورغم ان تاشيره ريو جاءت متاخره الا ان منا على اتم الاستعداد للحدث العالمي. انا اصلا كنت ديجا كنبريباري حتى عندنا بطوله افريقيه في سبتمبر، اذا كنت ديجا كنبريباري اوبجيكتيف سبتمبر، مي عرفنا هذا الشيء ديال ريو دابا ولينا بدلنا بروغرام ولينا كنحاولوا نزربوا شويه ولكن ان شاء الله دينهم حتى 12 اوت في ريو، اذا مازال عندي واحد 20 جور دو بريباراسيون الحمد لله. لا حنا في السباحه كل واحد عنده سبيساليتي ديالو، اذا ما يمكنش يكون برنامج ديال الجامعه، بحال دابا انا كنعوم 50 متر ناج ليبر، الدري اللي معايا كيعوم 200 متر دو 100 متر دو، اذا البروغرام ديالو ما يمكنش يكون بحال البروغرام ديالي، كان عندي مدرب ديال الطاليان هو اللي متبعني وهو لحد الان معايا انا متبعني لحد الان. ولأن المثل يقول رحم الله عبدا عرف قدر نفسه، تبقى طموحات نورا واضحة المعالم، فهي ليست ممن يطلقون الكلام على عواهنه، حيث يبقى قمة طموحها تحطيم الرقم الوطني وتحسين رقمها الشخصي. وإن شاء الله هو ندير ريكورد ماروك ديال سارة البكري اللي كانت هي أحسن سباحة داز في الإستوار ديال السباحة المغربية. اللي هو 27-35 ان شاء الله بغيت هذا هو الاوبجيكتيف ديالي نحققو تما ان شاء الله وتبقى لي بينا حققتو في ريو دي جانيرو ان شاء الله. كنتمناو يتبعونا في ريو ويشجعونا من المغرب وحنا اللي في جهادنا غادي نديرو ونحاولوا نمثل المغاربه باحسن ما كاين ان شاء الله. هذه نورا منا كما لم تعرفوها من قبل فدعواتكم معها.
4 4 4